وفي كم الكومنت بيقول كانت طبعا واحده من جمهورنا اسمها سما عز الدين هي اللي طلبت مننا ان احنا نناقش الموضوع ده، وبجد بنشكرك يا سما لانه موضوع شائك جدا ومهم. انا بحب طريقتكم قوي في عرض المشكله وحلها. ينفع تتكلموا في موضوع البنت لما تتعاكس وحد يقل ادبه عليها تعمل ايه؟ هي عايزه تعرف تتصرف ازاي، الواضح انها متعرضه لحاجه زي كده. هي بتقول انا نفسي اعرف اخد قرار ازاي. فاحنا عشانك يا سما وعلشان كل اللي تعرضوا لموقف زي ده احنا حابين نعرض المشكله دي النهارده، واكيد هيكون معانا مختص علشان يحاول يعرض الحلول. وفي كمان احصائيه نشرت في World Population Review سنه 2020 قالت انه 35% من الستات حوالين العالم اتعرضوا لانتهاكات وشكل من اشكال التحرش الجنسي، 40% منهم بس هم اللي طلبوا المساعده، وللاسف 10% بس اللي لجأوا للقانون. يعني اللي بيتعرضوا مش كلهم بيروحوا يشتكوا. بس انا اعتقد ان نسبه اللي لجأت للقانون اكتر من كده بكتير. فعلا؟ لان كان زمان اقول لك بيخافوا يروحوا يبلغوا بعد العقوبات والقوانين الجديده اللي اتعملت للتحرش وبقت جنايه. بدات البنات تتشجع وتبلغ عشان ما المتحرشين يتلموا شويه عبر لغيرهم يعني. صح، بس برضو احنا مش عايزين نركز على موضوع التحرش ده ويبقى هو الاساس، لانه الانتهاكات اللي بتتعرض لها البنت او الست اللي الناس بعتت لنا انهم عايزين نتكلم فيها او نتكلم عليها هي بتضم اشكال كتيره جدا من العنف اللي بيمارس ضد المراه. مش بس انه واحد يعكس واحده في الشارع او لا، في حاجات كتير جدا بتشملها الانتهاكات او الحاجات اللي بتتعرض لها المراه. احنا اتكلمنا في الموضوع ده طبعا اكتر من مره وقلنا للستات اللي يمد ايده على ست وما يبقاش راجل فعلا. صح. يعني يمد ايده على ست ولازم تفهم عمر الضرب بيجيب نتيجه طبعا، لازم تتكاش ولا ضرب ست ولا ضرب طفل حتى عمره ما يجيب نتيجه، لازم تبقى الضرب قلنا قبل كده للاسف هو سلوك حيواني. ربنا قال المودة والرحمه بين كل البشر، بين الاب والام وبين الولد وابوه والاب وابنه، مش بالدراع محبة. مش بالدراع، لا مش بالدراع، مش بالدراع. الغريب بقى في الاحصائيه اللي بنتكلم عنها دي انه عايزه اقف عندها بجد، او اللي خلاني اقف عندها انه الستات اللي بلغوا الشرطه وعملوا محاضر العنف اللي ضد اللي هو تعرضوا له او المواقف اللي تعرضوا لها كانوا 75,000 ست فقط، في الوقت انه اجمالي اللي حصل لهم الانتهاك او التحرش 8 مليون مراه. انت مدرك الفرق؟ يعني 8 مليون 75,000 بس هم اللي راحوا واشتكوا. فهو ده اللي بقولهولك. انا رايي بيقول ايه؟ اي بنت او اي ست يتعرضوا للتحرش او لاي اعتداء اي عنف او انتهاك لازم يبلغوا. ما تسكتش، لانها تسكت هتحصل لبنتك، هتحصل لجارتك، هتحصل لاختك، السكات بيكبر المشكله. لان اوريدي اللي بيعمل الفعل بيحس انه في امام ما فيش حاجه تحكم عليه ويتمادى اكتر، ويخلي اصحابه كمان يتمادوا اكتر. لما يكون في ردع وقوانين شديده على الموضوع ده هيخاف ويرجع 100 مره ورا قبل ما يعمل حاجه زي كده. هيتحبس ويتفضح في الدنيا كلها. مش هيبقى قادر ينزل يوري ونشه الجيران ولا المنطقه ولا اي حته، طبعا ازاي يوري يعني انت مع ان البنت تعلن تبلغ وتاخد حقها. الخوف ما بيجيبش نتيجه. بس اقول لك ليه الخوف بقى، يعني انا اللي بستغربه دايما في موقف زي ده ان الناس اللي بيبقوا حوالين البنت او الست اللي بتتعرض للانتهاك، يعني مثلا زي اهلها اصحابها قرايبها، المفروض يقفوا جنبها يدعموها. تلاقيهم بيبقوا دايما كلامهم سلبي، خايفين حواليها مجتمع. هي بيخلوها اصلا تخاف تحكي تجربتها. ولو واحده تانية اتعرضت لحاجه وشافت ان دي اهلها ما وقفوش جنبها برضه هتخاف تحكي. ما هي نماذج كتير جدا بتتعرض لده. فيهم اللي بتقول وعندها الجرأة انها تقول يمكن حصلت على دعم من اهلها واصحابها، وفي اللي بتلام من اهلها، وفي الاخر النتيجة بتكون ايه؟ ان هي خايفة وبتتكرر المشكلة من نفس الشخص اللي تعرضت منه للانتهاك ده. فده مش لطيف طبعا. علشان كده احنا بنوجه رسالة هنا من اهلا بالستات، بنقول لازم تبقوا عارفين كويس جدا انه من 20-40% من اللي بيتعرضوا لانتهاكات بيعانوا من كرب ما بعد الصدمة. حاجة اسمها كرب ما بعد الصدمة، أي واحدة بتحصل لها انتهاك بتتعرض بتظهر عليهم أعراض زي مثلا شكل اضطرابات في النوم، خوف شديد جدا، توتر بيفضل ملازمهم طول الوقت. أعراض بتبقى مش سهلة جدا على البنت، والناس اللي حواليها ما بيبقوش فاهمين ده إيه، يعني هي مالها، فاكرينها حاجة طبيعية. حاجة طبيعية. طبعا انا بقول ان طبعا خبراء اساتذه وخبراء علم النفس كمان بيقولوا ان لو ظهرت الاعراض دي على اي بنت او ست اللي اتعرضت لانتهاك لازم تروح لدكتور امراض نفسيه عشان تتعالج بشكل سليم، ولازم تحكي وتفضفض وتطلع كل اللي في قلبها
تفضفض لكل القريبين ليها عشان ما تعيش في الجو ده وفي المرض ده يا رب.